النموذج التنموي الجديد. نحن في الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية طرحنا منذ المؤتمر الثامن أن المشروع التنموي الذي انطلق منذ يمكن يقول الإنسان قبل العهد الجديد أو السنة ديال العهد الجديد عهد محمد السادس والتناوب، هذا المشروع التنموي لربما استنفذ أغراضه، ماشي فشلة ونحن في حاجة إلى مشروع تنموي، لا، هذاك النموذج التنموي هو اللي خلف البنيات الأساسية الموجودة اليوم في المغرب، هو اللي خلق واحد التطور اقتصادي، هو اللي هيئ المغرب ليكون دولة قوية آمنة ومستقرة. نسعى من خلال النموذج التنموي الجديد أن يكون أكثر عدالة وأكثر مسا للفئات الاجتماعية. نسعى من خلال المشروع التنموي الجديد أن يمس الفئات التي لربما بقي ممستهاش التنمية بما يكفي، وعلى رأس هذه الفئات بامتياز الشباب، وداخل الشباب لعل المرأة هي العنصر الأساسي. يعني المشروع التنموي الجديد لابد أن يحرك ذاك الثلث العاطل في المجتمع ويجعله فاعلا ومساهما في التنمية بفتح آفاق جديدة أساسها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا والأكثر استحقاقا، أساسها الانتماء بالشباب بالنساء، أساسها الاهتمام كذلك بالتعليم والصحة والتضامن الجمعي، مع الاستمرار في ورش أن نظل دولة قوية عادلة وآمنة. طبيعة الحال جلالة الملك في عدة خطب أكد على هذا الأمر، احنا تابعنا هذه الخطب، وضعنا مذكرة، عينت اللجنة، كل حكم على أعضائها أو على أعمالها سيكون سابقا لأوانه وسيكون نوعا من تشوهت. احنا فاعلين سياسيين مسؤولين، ولذلك احنا غنحكم على أشغال هذه اللجنة بعد أن تنتهي من أشغالها وترفع تقريرها، لأن اللجنة لا تلغي المؤسسات في بلادنا، الحكومة حكومة مسؤولة ومراقبة، البرلمان برلمان مراقب ومشرع، كل السلط، القضاء في محله، كل السلط ومؤسسات البلاد مسؤولة على تطويره، ولا يجب اختزال ما يتم اليوم في البلاد في وجود لجنة من عدمه. اللجنة أعدت لمهمة محددة، سنقول كلمتنا بشأن المهمة التي حملت بعد إنجاز مهامها.